وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله أجمعين. إن شاء الله المولى إن شاء الله تعالى بحكم الله منا آية بسورة الاستغفار إلى آية الاثنين يا أخر من سورة مريم. قصة هاي نبي الله عيسى سيدهم ولا شيء يلا لشريسين يهو يلي وحي أي لفل أنزور لبها فرقا عطي بعد هذا عيسى لفتي سيبا هاللي وهو يلي بريا لك عيسى هذا الذي سوى عكم إذا إلا الله ربي وربكم اسكو إله بان هاي أن إله سان عابدية فرقا هو السلاقين فتكي نبي عيسى قدع هذا الشيء أفر فرقين نغدين وقال وحي إلى هذين إن كانوا أول جزين إلى هذين اليهود بعاية نصارى لنا صدع بين غطفال وحيري إله هو آيو وحنا ودي لي وحنا ودي لي كذبنا ويسكتنا يعقوبية قال هذا اللي ناوي قال أنا وحيد ما ابن الله هو آيو نوع عصوها ودي لها يبوها قوة سنوى نصطورية قوة الإسرائيلية اللي قادوا النصارى قوة علم وقوة علم بضم شاكتا سوى حيدا هو ثالث ثلاثة سبع إله كمدها بينه الغنوم الثلاثة الله هو إنه إله يا مريم إله عيسى إله مركا الله سبحانه وتعالى وحسى جمالك قيام مركا يتقع عن هذا حق هذين مغلي وآيين إن مالك ستة على مغليان وحي الله الشيطة ولا أركا يا وحنا أتري منها كنا هذا مركا وحالا إلوا أعذرهم وقدي أدك بالي نبي الله محمد بن الشيخ أنذرهم أدك دكا أقدم تكلمتك ومفعولك أنذرهم دكا أدك أنذر الناس يوم الحسرة من يوم الحسرة ما لنت قوم مر يا أهي أهدا أقدك بالي إذ وقت قضي الأمر أمرك الله حكمه وودك لقورعه وهم يقول في غفلة هلمان بك بسوين هذا ما لنت يوم الحسرة هذا الدين المركي سودان ماذا أقبلها المام بيكس بينهم وهم يقول لا يؤمنون فمين ما هي البالج تتوح الغدق يا يوم الحسرة وما لك عدوى لبقوم المونس فمثلا المركي كتاب تبيجح لي يميدك تلا يتكسي له هو بيجح للغسي ويقوم المونيان أو حيلي له إنه على بوا جنوبا جرانيان ألا بحال المؤمنين اللقون قال هذا المركي وحول جنبا لوسي سقوائي هوري لقفكم أقوم المونيان قوم ماذا قبض ذلك الحوية مكي مقام كأركان كوي أهل النار كأها مقام في الجنة كل عن الله مكي أركان بي قوم مونية مؤمنين روحي قوم مون هذا صدع عظيم يعمل تبستان بي قوم مونية ويوم العسرة مكي وحاو قد ميكي وحا لي بوتكي والصورة لك فالكينية أهل الجميع بأن لي وحا مقراني كان هاو وتكي وين موتكي قول الله كان أهل النار كان مقراني كان موتكي وين وكوال ابن رعي قول دواكم مركي يا أهل الجنة خلود لا موت وفجاجد أن موت كدر بينهم أهل نار في نسيدة وقالة هم مظهر تاول ما كمالك أهل لك تجدين قاتل لك وأديره أقدك يوم الحسرة ما لم تقوم مون عدوى لوصلت لعلى تعول وعطى مؤمنين إليهم عام حسو بالثوين يا دبن علي إذ وقت قد يلا مر أمرك الله حكومة وجهك اللي قول عود دميتي قولنا حق أودر يتميلي تاقولنا بيلي لك شو وهم يقوم مانت الآن في غفلة بيكوسون عن هذا بباطرة إن كان لك ما انفدت المؤمنة حبيب وقال لها إيه ونسي تباب الشيطان لها هم يقولون لا يؤمنون لكم إنما هي المرة بين وبين غفلة قيسة بينهم الله إليه ما لنسى إيضا إنا أنبو نحن أنبو نريس الأرض رلسى البحر إنا أبو ألي يومن عليها وحر رلسى دشيسة لماذا بأن قادة حلو ألي وإلينا حقا يدا يرجعون الأنس عندنا الله رلسى النحل وحلو بشير خلق قردن باب بابي مكا الله كلك با صاهر ايه خلق قمرك بابي الله كلك با صاهر وحملك يتشي اذنك تمالك امكي تشي وحوي الله با يا اقود بيوم وان قال لسهو اول يا اخر منا الله سبحانه وتعالى سقى باطل القوم محكمة نزلت وانا جينا يخلص شمتها قالتها والله نورك الدحلة وعلامة ايني شرين وعدش اذنك تا اوود اني شرين والمالك واحد شو بدي أدوه بجراول إن أنجو نحن أنجو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبن عليه واحد يقول كذب شو جبر أنا قا باقي كأول ولينا حد يجي يرجعون اللص وعلي الضرابك بركوا حالي نقول يا قصوين في أمبيدي أو فوقان
oo tusaaleynaya in anbiyaadu isku baahiyeen diintooda isku mid tahay xagga tawxiidkii aqeedada isku mid la yahay waa mid kaliya xagga furuucda way kala duwan yihiin oo meel walba sharciyo culimo leh baa looga dhigay laakiin xagga tawxiidku ay isku mid hadda oo kale dad u hadalkaysa kula isku aqeedo ma nin aan yahay labadooduba maxamediye wada aaminsan yihiin markaas wuxuu leeyahay ani yahay isku aqeedo ma nin marka dad jawaabti suuxayno qanaadu waa aqeedadeedu anigu waa muslimka marka aad aqeedadaadu waa tahay magac kale oo bixin marka waxa laga yaabaa in aan magac ku magacaabo aqeedadeedu waa nablaay in ila hada suuragal wadkur ka sheekey baa alla leeyahay filki ku sheeg fil kitaab kitaab ibraahim ibraahim ka sheekey yani khabar ibraahim ibraahim bal warkii ku saabsanaa sheeg inuu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqan kun badan oo ahaa kun badan nabiyyan awwaliba nabiy marka wax walba uu ka sheegi jiray qawliga ficilba waxa weeye waa amfila mubaalaga qawliga ficilba uu ka sheegi jiray marka sheekadiisa waxaa ka mid ah nabiyullaahi ibraahim inuu sidiiq ahaa waana ka laysan ray ee fatal cimilata ibraahim waa ka la yidhi waxaa ibraahim loo sheegaya qoladan carabta markaa lala hadlaayey baa waxay ku faanaan inay ibraahim dhashiisa yihiin islama kaana diintiisa haystaan cid waliba ibraahim way sheegataa anigu ila madhab yahay bay yidhahda wadkur sheeg fil kitaab kitaabka qur-aanka kariimka ibraahima khabara ibraahim inahu ibraahim kaana wuxuu sidiiqan kun badane qawlan wa ficlan wa niya weligiba wixiisa waa run nabiyan oo weliba nabi ah id wakti marka ka sheekay qaala uu ku yidhi liabihi aabihi yaa abati aabow lima tacbudu maxaad u caabudu maa shay laa yasmacu aan maqlaynin walaa yusiru aan arkaynin walaa yuni aan kaagaga filayn canka xaggaada shayan shayna kaaga filayn maxaad ka caabudu yasmacu iyo yusiru mafcuulkoodii waa la gooyey marka looma jeedo mafcuulkooda lama rabo shay sidiisaba wax arag ma aan lahayn wax maqalba lahayn maxaad kad aad taagan tahay baa la wuxuu kuu tari karaa jirin muxuu kuu tari karaa baa la kuwa ciise caabuda iyo kuwa jamaadka caabuda kuwa jamaadka caabuda ka sii caqli xun waxa weeye ciise waxba cibaadadiisu tari mayso laakiin kuwa jamaadka caabuda waxaan qallalan weligiiba naf soo marin kuwaasaa ka sii caqli xuna garo markaa sanan bay caabudi jireen qoladaa nabi ibraahim aabihii aagar sanan bay caabudi jireen id wakti ka sheekay ibraahim qaala uu ku yidhi liabihi aabihii aabihii dacwada ka bilaabay yaa abati aabow lima tacbudu maxaad u caabudi maa shay laa yasmacu waxba aan maqlayn ee laa yakuunu fiihi samcun shay aan maqalba dhexdiisa ahay walaa yusiru waxna aan arkayn walaa yuqni aan kaa deeqayna canka xaggaada shayan waxbaba kaaga filayn oon haddaad maanta dhan udhawaaqdo ku ajiibayn maxaa kaa taagan tahay yaa abati aabow innii anigu qad jaa-anii waxaa ii yimid min alcilmi cilmi xaggi waxaa iiga yimid maa shay lam yaatika adiga aan ku imanin ee fatabicnii ikraac aadika waxaan kugu hanuunay siraada sawiyan oo toosan nabiyullaahi ibraahim sii raxmadaysan oo tala dufa uu aabihii ula hadlaya aabihii jaahli kuma sheegin oo jaahil baa tahay aabow ma dhibin isaguna cilmi dheeri ama sheegan marka laba nin oo siman bay nahay lakiin wadadan kaa hor artay weyn wadadaan mari lahayn iyo anaanu kaa hor artay way tahay marka cilmi sheegasho maaha taasi meelaada soo marin baan kaa waaya aragsanahay aabba sidaa yeel buu hadduu aabihii jaahilnimo marka horeba ku sheegi lahaa aabbanimadana uma cunanto markaaba cadhadaa la boodi lahay wa u dhimfinaya yaabati aabow inii aniga qad yaani waxaa ii yimid min alcilmi cilmi xaggii waxaa ii yimid maa shay lam yaatika adigaan ku imanin waa lii waxyooday hadda ma dhihin ogow waan kaa aqoonsoonahay buu wadada kaa horartay fatabicnii israac ahdika waxaan kugu hanuunay siraadan sawiyan oo toosan oon meel qalloocda lahayn yaa abati aabow laa tacbudi shaytaan shaydaanka ha caabudi ina shaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahaaday casiyan kii caasiya liraxmaani allah raxmaan shaydaan baad ha caabudi macnaheedu waxa weeye shaydaan yuu ku duufsanoo asnaamta wuxuu ku caabudaa shaydaan baa u horseeday shaydaan baa u sheegay in asnaamta la caabudo aba shaydaan ha caabudin shaydaan haddaad caabudo caasi baad alla ku noqon way allihii raxmaana marka raxmadaas inka raxmadda loo doonanoo la caabudo uu allah yahay buu raxmadda u cabiraya marka shaydaanku allu col la yahayen ha ku biirinoo xisbigiisa ha noqono adna alla col ha la noqono yaa abati laa tacbudi shaytaana shaydaan ha caabudina yuu ku duufsan ina shaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahaaday casiyan kii caasiya liraxmaani allah raxmaan yaa abati aabo inii anigu akhaafu waxaan ka baqin an yamasaka inuu ku taabto cadaabin cadaab min araxmaani xagga araxmaan xaggiisa in cadaab kaa taabto oo fatakuuna aad ahaato lishaydaani shaydaanka weliya saaxiib u noqoto taasaan ka baqin wey
نبي الله إبراهيم مدهن عذاب بجليسا كمدهن وغطر يا عذاب بجليسا وكذا بقى المدهن مدى كان فكرة كتبتا وحاوهي إن دي قال لما كل من ينكره ما أقول رجوه كقبا بلين أبيه هنون خجك مكوا كذا بقى المدهن تابسان هو عبري عذاب وين يعني إن يره دي تابسان عذاب كذا فلا مركب من الرحمن الأولياء الله رحمن كان رحمن لقف لي هذه الخطة على كم مطمئن مكشر الله سبحانه وتعالى يا أبتي أبو إني أنا أخافه عن كب بقيا أن يمسك إلو قطاب عذاب العذاب من الرحمن كيف أحمد لها حق سين عذاب كاسو قالوا فان كب بقيا فتقول على هذا وليا كيل الصاحب للشيطان وذي الشيطان استمئل مرتان تاسا كب بقيا أبيهم حكو جوابي قال وحجري أجل الراجب المنع عيسى أنت أدعو عن آلهة الإلهية هي من نعيسى ومجيدا تنتهي يا إبراهيم إبراهيم أقول لئن لم تنتهي حدا ذلك يتهمين إلهيها عيل الدين لأرجمنك أنا وصعايا هذا العيب أنت أنا جالي وأنا أرجوزي إلهيها لأرجمنك هجمك أدقحنا والإله هذا الفحن والإله وهجرني مركع إقصبني يهو إقصبه مليا مددار إقام مغنون فعنت إذن ينكو قارنا سلا ينكو لجين بكام وفلل يا بني هاي منك اللي إذا أزل إلهيه لعيب فوض هروب اللي يابنيه إلهيه أنه من عرضي هاي قد اللي يابنيه بل إنه ذات قصة السبب داي يعني ذات إنه العسية داي لعيب هروب سوى نعيب اللي يابنيه وفليه سيكون بعكة إلهيه إلا النعوه ما نقاط إلهيه إلهيه كتك وحوية وانكو الرجمين لقاح بانكو دوديني أما وحوية وانكو آية أنه سداد إلهيه وآية مكا إقصدوه يزعان تيدكو قاري ومعنى هو حكاتي قلتها وريقتك أدقوا الله بطغوا إله تعال تبي إنك قارن يا إبراهيم بني مقابل إن يا أبى تقولها إبراهيم يسوي يا دمج عشرو ويا رو شيئا نمو لها ميا سيد واحد شيئا نمو لها ميا وويل كسيب أهين آب إني إلى هذا أهين أو سيد أول حاجة ودوه قال وحول الراقب من نعيسى أنت أدعو عن آلهة إلهية هي من نعيسى نية يا إبراهيم لي لم تنتهي هدا جنة يودانني أدركتم إلا أرجمنك وأنكر رجمن لك أحضر تبدي لي أما عيدا الكالد داني أطلقاته وهجبني إغتر وإغتر وإغتر مليا مددال إغتر إنها لا يجده وي معناه يا لك وبارك الماشي قال إبراهيم حر السلام عليك نبت قلي يدو سادها سلامك الدعاء هجمها سلام مطارك الليلة أبو وليل نبت قلي وي معنيه أنا حقي قلت بكاسو قال ماي سلامك الدعاء هجم بريداد الله كن نبت قلي أما سلام عليكم لا نتغي الجاهلين أو كنون ها قال وجود السلام عليك وقت النبت قلي يدو سادها فأنا قلت نبت قلي سأستغفر لك واسكو غفران دلبي ربي ربي جاي بانكاغا غفران دلبي إنه ألي أما ربي جاي كان وقراري حسيا كي إيرون يعني جاي إيرون إيد دالو آري مكن نبي الله إبراهيم ولي كما هارين أبي عداد والي جنة بتجلي لكن بالإله بان هداني استغفار كوي مرك استغفار تأوي دين إياي وحي هاي يعني إن إله صوحن ونيوك استغفار لين مال أعلن انتا الله بريا مال أعلن انتا ماها قال في استغفار معنا مكن إله صوحن ونيوك وأكمل مركز من مركز أولادي ووقف راند الله دبعا ووقف راند الله مركز أولادي مركز يو قال لي ما دي كل إنت يو كل ما نيو أولادي مركز هرول بلغاتي بوسني ووقف راند الله بيجي بوسني مركز شو يسكبري يعني وأكل إبراهيم قد إذا إلا استغفار شو أبيه استغفار دل بين ويا قال المسلمين تبرع النبي الله شو في صحابة ما يسوع مسلم في فأبا يوغو ذي بنتا مسرقين تابع سمعيني ندعيان ندعي سرين مالكي ليلي إبراهيم قد إلا استغفار تمويان يقال له ندعي كرون وحالي قال وحلول سأستغفر لك ربي ربي قيبان كان غفران ذلبي إنه ربي قيب كان وحوه هذا خطي يبدي كي يددال يوه هذا ويجرون ويجرون يهي ولي قيب الدعالي لما أقبلي وعي لنعك لو اعتزيلكم هرتوا إذا كدران أبو أريد عدة كل شيء يوم تعبدون أحد عبد السنة من دون الله إلا غيثا مسركين بيا هاي أنا وحبي ألا عبد السنة وحي أن الله هاي وعبد السنة يدين كم هرتوا إذا كدران وإذا كدران وأدعو حال عبد ربي فرد قيبا عبد أمبري أسا وحامدا الله أقول إن أنا أهانم بدعاء ربي فرد قيب دعاء الشقية في كو أيام ترم إلى أهل البلد يعني عابدين الله إنسان عابدين وكواكي النبي الله إبراهيم مركز دبك اللغو في ذي كجب وكيه جنود الشام يعني قبل إستعراء هاي
مركو شاف مركو كتة جاي عراق كتة جاي وحتى جحران مال إلى شاف وتجو قبل يتعرى إنه ولد جاي وأكسيد الشام فوق على المركا أرض فلسطين وأكسيد كتلي مدينة خليل بعد مال إلى هذا مال فلسطين تا وأعتزلكم وأن ذكر أن أبو إن هي أرجع عند كل شيء يوم تعبدون واحد عبد يسأل من دون الله الله أنا هين وأدعو حن عابد أنا وربي ربي جيب عن عابد عسى الله أكون إن أنا أهانم بان مطلهي الرجيني شقيا في فو أيام ذنا بدعاء ربي ربي لدعاء بيس الله يدعو إن هاي مرنا وكوه بمالي واشتغل لقاق إبراهيم وفيه جلو لي أبيه يعدي يخيره لي أودا واشتغلت لي إني مهاجر إلى ربي مون لوط بار راعي نبي الله اللوط يغبر إستار راعي لوط أريرؤها لوط بن هارم بن آجرأها فلما اعتزله مركو كفو قادي يجي يوما يعبدون وحي عابدين من دون الله على غيثه وهبنا وحانسين له إبراهيم إسحاق ويعقوب وناقلاؤه ويل ويل كأه باسيني والنبي إبراهيم وجوه إسحاق نبي إبراهيم وجوه يعقوب نبي النقضي ووي ودكوين ويسسو قارين وكلا دم أنصر إسحاق يعقوب يكو أصر نجعلنا نبي باقيا من ولقوا النبي لكن بيدي نبي إبراهيم كو ظلي يكو كواسي دينتي النبي إبراهيم بدينه والآهي وحي قارنا طبعا ويلها أنا وحي أقارا وشري لكن دينتش قودة لقودق مياي واتي النبي إبراهيم وحي لقودق مياي فرقا نبي الله إبراهيم قال له أبا الجولي مركو دلقي شهو يققا هاي وقرابة يسي كتري إنو عروري أشو وقتقا كوهر العرور ملاهي مركو عاو كوهر يلي إسحاق إسماعيل با كوهر أشو صدح يتمثل كوهي ومركو أرض الشام كدي قبل إسار الله منك بقر كواكيها اللي كان يجعل عادي سوحاين إنو قبلها رجل الله سعليه وسعطلع إساقب مع الملوك جي مركو أحبا قبطي هنقول لي يالله قبطيه قبل هاجره ليلة رياغ مسارة وقبلية لبسوسي يو البلعقاتك سيدان بابرتها قبل هاجره دي يي إبراهيم سيسا يو مركو بوسر إبراهيم وإسماعيل باي أدرسي صدح يتمنسم إسماعيل كوينا إسعاق مالي فلما اعتزلهم مركو قد إرادة المشركين في يوان يعبدون وحي عبدون من دون الله إلا غيتا وهبنا وانس إن له إبراهيم إسحاق ويعقوب يعقوب وعبير والناصرة وويلت ويلت سيوه وكل عندما تطبع إبراهيم إسحاق يعقوب جعلنا النبي المعطية لأن لين وهبنا وانس إن لهم جماعة إكذا شيء أنبياء من رحمتنا رحمة بيضة قيد كم إذا نصينا نبي مبالا قد قرنبي هلين وحاول يفتال اللودي بي ويترمين وعفور بيشين رحمة بقى لقد بوحيي ووهبنا واسين اللهم دمان صوت تدقى اسم الله خير كقبا من رحمتنا رحمة بيضة قيمة منها من فتبعيضية للي وجعلنا وحاموية للهم سنة لسان صدق شاكونا كسن يعني لسان قوانا قوانا كسن العدو عقدة قبنا عدو لبمناغونا يكمل اي كسيريس قلت صليبه وحليها ادون قوانا إبراهيم عنو علمدها وإبراهيم أفلقا جاي ولي لما أرق بانه إبراهيم وحفلقا جاي ولا مهد إسحاق يعقوب صدق خلق لسان الصدق معنى الواسدة يعني اللغة نبعة واللغة في عوي اللغة حسنة باسين شيكا حسنة ونسنة كهر نوي تاريخ ويفي عن وجعلنا وحامية لهم يجا لسان الصدق اللغة نبعة شيكا نبعة ونسنة وكذا بيسا عليا أوصر ريتا شيكا سر ريتاو لسان الصدق تاريخ ونسن أما اللغة حسنة ونسنة هي السراعة وصفي عنه الله سبحانه القاضي واذكر في الكتاب الموسى فالله بجنة ليسو واذكر كحس في الكتاب كتاب موسى موسى كحس إنه موسى كان مخلصا كل البرح كريبها الله بخالص عبادته سأغيره أما مخلصا قراءة على سقع برح الآية برح كريب عبادته سي وكان وحونها موسى رسول الله رسول نبيا والنبي يسنا رسول النبي والجنة مركا نبي الله موسى وقات النبي في بني إسرائيل وهاي أنبياء في بني إسرائيل واختي في وين أبوها إن في كذب بيجي توراد سجل فيه قال نقول بقى كذي مركا إنجيل لقرب هذا والكل في الكتاب كل شيء موسى موسى كل شيء إنه موسى كان وح مخلصا كيلا بدأ كري لعبادة الله بالله بدأ كري وكان وحونها رسول الله رسول نبيا والنبي مخلصا تاسع لين قد حوض عيو إن أبن عبادة سوينا خالصة لما وإن الله عبنا له لكن سبحانه وتعالى وناديناه وأنه دواغني نبي الله موسى من جانب الطور
بورتي شام كتي لو عانك اهي دين عيدة على ماني ميديك تالا الله غير بورتا دين عيدة ميديكا ويساقا ميديك تيسا يالله قد واقع وقربنا هو ان دوينيه قال النجية الحالة الله فقينه يان دوينيه الله فقينه يان دوينيه الحاصل العوي مركي نبي الله موسى وكتغي مصر وقاقع المديم بوتغي وكي قبدي قرسدي هنا سعيد هاي هذا سعيد قالوا اهب على ليه سعيد النبي قوهانو على ليه هاي كبد واكيد ثمان سنة يرد وقب بحيين وصال النقوه مركي دم واكيد بلتي هو يؤسوا بحي مركا عالي يا وحبو وطا قبد وعهور ودسو وطا وددي بيكلو من مركا استين بالمركا عركيان وكسولي هلق كاسان واري نوغا كين او هبو بقان كغبحنو اما الضباني نوغا كين عينو قلاحنين وحوالي هلقا سيد شوغا ماشي مركو تغي يا موسى اخلاعنا عليكم بابلي كما يكتي فالقوية هلقا سؤال الله كلها الله يا سبحانه وتعالى من أجاتي الله وكوك علي مركو اميش اسميش اللو قد واقع يا يوين قلت المطفى الاميهن وكلامك الهي بعد واقعنا ويبيدين ماشا الهي بعد واقعنا لليه عينين كلامك على الحروف هي الصوت مثل ما نبي الهي لا صوت ولا حروف مركو احل فهم كرمان كلام طول الحروف هو مستمر بالكلين هذا الصوت حروف مثل ملك بالكلين نبي الله موسى لهم مقرأ مركو الوضع واقع يا موسى إني أنا ربك فاقلعنا الله يكر إنك بالوادي المقدس دوا دواقي قوة مقلي لك في سين فقال صاحب سيعي وقبح عمر وحليين هذا البامين عدال هو أبوري ومقيت كامك أنا ربك أي قيت هل هو أبوري أنا ربك قيت ميبيه كرا فقال مثلا عجيب أول ولدينا هو أن أدنا واغنين وقال لي من جانب الظهور فهو تخدين عام هل أي من يميدك يسيقى ميدك يسا وقربنا هو أن دوين النبي لا نوسى نجيا حاله أن الله فقينه والله شاكيسان الوافق هو شاكده وصهانه يقول الله موسى كريه الله لها الله وهبنا واسين لهم موسى من رحمتنا من أجل رحمتنا رحمة يد الضرطين أخاه الألتبار السيني هارونها نبي حالي نبي هارو كالفيس مركن نبي هارو السيني والألتب الوسي هو اللي بريو وحول إله هارون والي يقفت حبدين يوانا العرب لا آه إله نبي يقدر هاي كالية سنشد عضوذك بأخيك بالين مركا يقول واسين إذا معنى واسينة إرجالي وألبو إرجيسي بالله أقلالي وهبنا واصلين له موسى من رحمتنا من أجل رحمتنا رحمة ضيادة ذلك تقاولك يا هارونا نبيا حاله هارون نبيا لما دع النبي ريبن إسرائيل بل هل كأيجن فوقه في صدى ضيادة فافاسا وفي صدى أغبا القرآن الكريم كان نبي الله المنسوه إلى دوري صد الشهر أو خلق بل كسوفا واذكر كشاكيه في الكتاب كتاب كشاك إسماعيل إسماعيل كشاك إنه إسماعيل كان وفوها صادق الوعد بلنقاتي ككرم أيا بلنقات ككرم أنشري وكان وفونا الرسول الرسول بها نبيا والنبيا وكان وفوها يأمرك يمر أهله أمديس يتيركيس بالصلاة وأمرك لوالزكاة وكان وفوها عند ربي ربي قاتيس مرضيا كي لقرال لي هاي نبي الله إسماعيل با إسحاق كوينا انت بدا القرآن كم إسماعيل إسحاق إسماعيل با له الريسية انت بدا انت بدن وانت هداك في سطو لكن ما انت دي اسحابي يعقوبي حق على الاسلام شهدو سيداتي اللوه الرئيسيين مركا اسماعيل وابو العرب ابو العرب المستعربة عربت حجاج ابيه دليوي يمن توي كهري في اسماعيل بالليه ولماذا قادروا حيليين حتى قوة يمن يدور دالي لكن يمن توي عربت العرب العرباب عربت اسخل كاهد ويمنوي عرب معنى هدو ابتر ممرا الجزيرة العرب عرب معنى هذا هو يوالد الصحراء كذا كذا عرب معنى هو الصحراء مركع عدك سوى جزيرة العرب سوى ذكى عرب ونقلش مركع عربي وهو الرئي وحي هاي يمن بيا هاي إنه يمن باكتو العرب العربة في حديث فيها ردم فيها عرب فيها رئي يمن بيا هاي مركع وابو العرب يمن هو حجاز بيس كذا يمن حجاز وابه عرب كذا ليون العرب إنه وكبر في رجلهم مركع ليشن كعبده وإبراهيم كان يسدي هو يدي أو كتجي أو الله برجع يا الله وقبل قليل بلس من الجهاز يفرون ليرا عربة هو شو كبر سر وكبر تقول نح قري فكنا بلا اسمع أنت فجت وحكم إذا سادس الوعد بلان تورون أنتي أبي مركوري أبو بل كورا إن أنت جور عالي أمرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين دول ونكذب من وشبي بأبي كتاوان كل مفديناه بذبح عظيم وانكي بالغفر في مركا waxaa kamid ba la yidhi in kasto iska sheekatay min ba laba lama yiri meesha ka kuugu imanayo markaas uu wuxuu yiri
ماشي بمدته وسند بتوبي لي وماشي وسيدي وفدي وانا في كوسي بجي وانا اسماعيل نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام من اي لليري اطلاع هايه انت اولي النبي قال الله بحبين النبي وحبين نبي قبري يا الله الدرين بان صحيب هاي تفين مالين بالي يقول ما شاتان ولا بلا ما كوس ولا قلها انت ما يوحدان كان يجسن يقول لعك تبا مرحا وحيوغو هارين بول او اسابو يقولها يا وحيوغو هارين بول مرحال كاتان كوكو كان العك تسي شوكبان اي بول مالين تي كوبا صور لقل بول هبين كي نقول مالين تي دمبع يا كوس ولا قلها الحسيس يسابو ماشي سيدي يسابو ريه والد بلا محمد الخاتم ويكلع مركل ولا اسماعيل صادق الوعد كيفون في سيده لا هاي وذكر في الكتاب اسماعيل اسماعيل كشر انه اسماعيل كان وهو صادق الوعد بلنت كيف ميه وكان رسولا رسول به نبيا او نبيا وكان وهو يامرك يا في اهله الان امتي كان لو جيدا يا حاسستيسا بالصلاه وامرك للزكاه لبدا صلاه وحمه ليس عباده بدنيه ذكرنا وحين متليس عبادة مالنا يعني عبادة أردن بو أمري سيربي كردنا تايمركا وقال وثوء هذا إسماعيل أها عند ربي ربي قال في تمرضيه في لك ذابي واذكر هذا نقشة في الكتاب كتاب القرآن الكريم كإدريس كشة إنه إدريس كان وثوءها صديقا هم بدانه نبيا أو نبيا ورفعناه عن أكري يليه ألا ليه مكان المكان عليا صغيا نبي الله إدريس بين النوح وآدم بقول بحيال والنوح أبيه بأووها هذا للي نوح أبيه بأووها بالمثل نوح بن اللمر بن مطول شلق بن أخنوخ أخنوخات إدريس علي مالك إدريس في اللفظ قالت كل عربي ما قال يا له عربي من الدرس ولا كان وإسعيل من الدرس وعجم وما لا يصرف إنه ما لا يصرف يعني تنوين ملحا مركين عجم يساسا سكر إدريس كانت مركي سورة وفقها نبي الصديق وها ورفعنا مكانا عليا يعني مرتبة شرية شرف بولها بل أبضا انتهى التفسير كل علمة قاربة واحدة مكانا عليا والصمد على الجيد وعندما تستمد المسجد النبي الله محمد هبين في إسره الصباء الرابع أبو فأر في إدريس لكن ماشا صمد على الجيد معها شرف سرولة هير سرولة هذا يفلق انتهى ماشا واذكر كشك في الكتاب الكتاب كإدريس كشك إنه إدريس كان وحوها صديقا ثم إن بدنه نبيا أو نبيا ورفعنا هو أنه بين المكان المكان عليا وصغيا قصة وحي شيئا ما لنقل سعوتيا لإدريس مال يعني الصحراء قل رحدي بآدو قبتيا وقل رفعنا بكاسو الله الله اللي وحي يا الله انت يربع قل رحدي بآد كي سوايين ملقى شنب قلو صلى الله سعود هل مالي قل رحد أودا إله العليس كان كفض ذات كان قبوش بوجيري بيليه مركا ملقى بواسيري الدرامي والله قبوش والله قبوش مركا قال له الله اللي ملقى الله يوصاك بعدي حقا وحكيتنا هدونك يكوى اللي بريق وكوين مركا إله هدونك إنا نلقه الموه ياندونا يان نكولتي مركا صدا تاسمد اللوقي خصصا تاسيك لكن هلكا وحن كفة سيرينا ورفعناه مكانا عليا مكان صريع وحن شربته يدنا من نبدي يدين عاسع للجيون أولئك قوة أنبياده ترد بغن الذين قوة ويا أنعم الله ألا أنعمي عليهم بشارة الله ما أنعمي رسول لمن يلا من نبدي يفزق وقل نعمي قوة من النبيين أنبياده كمدة أنبياده من ذرية آدم آدم ذرية ساتدة إدريس وكلا ومن ذرية من ذات ذرية حمل الله حمباره مع نوح النعمي على الله حمباره سيدة إبراهيم وكاله ومن ذرية إبراهيم إبراهيم ذرية إيسا سيدة إسماعيل يا إسحاق يا يعقوب وكاله وإسرائيل من ذرية إسرائيل سيدة موسى هارون يا يوسف وكاله ومن ذرية من ذات ذرية هدينا عنهم من وسبينا عن دورنا وخلائق الكدم بيتي أنبياء الكدم بيتي إلى الأنبياء يوحي وردد الله مرة يسوى الدين مرة معنى هدد كلون نحن يوادتها ذرية النبي آدم ويدريس كميدي هاي ذرية النوح أو كمدي إبراهيم ذرية إبراهيم وإسماعيل إسحاق كمديهم ذرية يعقوب وموسى كمديهم يوحى الله وحي وضد هذا مرة أردن ولا نعمة يبان نعمة وينه الله هدى بالله في رزق يبرواق يو الله سينا يا خرابة هاسو سينا يا أولئك كواس الذين كوا جاءنا عم الله ألا نعمة عليهم بشار كواس من النبيين أنبياء كثيرا أنبياء من ذرية آدم آدم ذرية كمدي
أي كمديهين آدم ذرية كمدا إدريس ما كمدا ومن ومن ذرية من ذا ذرية كمدا حملنا الله بارما نوح سيد إبراهيم وكله ومن ذرية إبراهيم إبراهيم ذرية كمدا سيد إسحاق إسماعيل وكله وإسرائيل إسرائيل ذرية كسيد موسى ومن من ذا كمدا هدينا أن هن نوح سبينا إلى يوم القيامة ذكر على بعض الدوحة إلى سطلا مركي لبود العقريم عليهم تسود آيات الرحمن الله الرحمن آياته سمرك اللقود الأقريو خروا ويدعى سجدا عليه سجدين وبكيا عليه أوليان وهين يبعد بي سدر وسجدين يقول الله محمد الحلية قرآن كأقريا أوليا هذا هو هين يستوى لأن يسوء أوليا قرآن كأقريا أوليا وصحوا ويسي عمتان وذات بريد تفصيل الأقري شريبا آيات بحساسي أهوردان سيدو كتاب كأقوشي ayada marfu ayada taabanaysa laba saddex jeer buu ku cilmo u goobay kitaabka halka buu kugu yahay ayuu sheel waxa uu qalbigiisa taabanaysa ruuxa qalbigiisa saabtiga yahay quraanku waa taabanay allah wuxuu leeyahay wa idaa tutul idaa tutul markii lagu dul aqiya calihim dusur dadka iyaga oo allah doortay oo allah nooniyay ayatul rahmani allah rahman ayadihi takhru wa idaa sijjadan halaysu bitayhi wa bukiyan halay oo yayan bay dhacay marka quraanka waxa weeye waa inaad ku faraxdo qalbiga xataa haddana ma xataa ooyin marka aad macaansato aqrintiisa waa cajiib weyn waxa weeye qofka quraanka jecel oo muuminkii quraanka uu macaansan laga madaalo quraanka waxyaabaha kale oo dhan hadii lagu dul aqriyo waa sidaan iyo dhalinyarada suuciyadeeda fa khalafa waxa ka dambeeyay dadka la doortay oo loo barwaaqeeyay fa khalafa waxa ka hadhay min baadihim dawada khalfun ka hadayaal xun خلف حلاليك في عن وحال إلى خلف ردت في عن خلف ردت حمبا ليلة وانا إسلامي ماشي فخلفه وحاكدن بي من بعد ذكى خلف قوة هم أكدن بي يالا قوة أضاعوا الصلاة صلاة بي عن واتبعوا الشهوات خبيب دوليتها عن فسوف يلقون مرضا بي لكل مدونة غيا شر لكل مدونة شر عرفوا وجه فنه ودن وشر غي بيتنا يقول أنا سنة خشاد بينه وعلى وحي في عشاد بينه يقول الله وحي له الغير صلاة الضياء عادة بسيارة بنا ما يكون سورة بيوم إن وقت هذا لدبا مريو إن شروط داري وحال إسكدايو إن أسفي عن لوتكن إن قبل جيدة بلق بويو مركا وحي له العلماء هذا هو قبل جيدة بسلاة قوي واسي يوم ديك هذا الملواق على إفوه لقاها ليون لعنانانا جاي أخوة ضياء يصيرح الأولاد من سلاة مري وقت كذب لقاري مري كالقابياني مري سحر وأغريان سلاس وكالون قال هذا علمان وحيليه الله عز صلوات قال هذا حتى ويسيوك لي يقول لفتوض ويبيعين صلاة فرعي كثار فخلفه وحكاري من بعد خلف خلف كهريال حن الله عز صلوات صلاة دي ضيعي وببيلهيي واتبع الشهوات شعيك وديثاعي فسوف يلقون غيا مرضا بيشر لك المدونة بلد شرك هو واحد الله وحده الله دم بشر غير ليه ولما ذكر روح يكون فسر يعني واد في جهنم واد في جهنم لكن كذا ما كفي عن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا حق يلا جسوا يستنوا ذي مرضا بشر لكل مدونا إلا من مو يتاب توبك أو آمن دمي أو عمل عمل صالحا عمل وناسا فأولئك قوة يدخلون الجنة جنة الجليل ولا يظلمون لا قد نقصانوا هي شيء شيئا لا قد نقصانوا هي قف مرت حمان تكتب وبكر بريبو قال لما سومرت أم حمان سومرت وحوي اللجوء عدد ما هي أجل جودي أردن أو كامل الله سينا يعني لديه ما يواجه اللجوء عدد ما هي سدا سوكل مرك عمل فصال هي مؤمنين فو هي توبكر فو جل يكون حسينا يعني دم دبو إنك سباه إلى المرة الروح توبكر خلاص الله رأى لي بكيا سبحانه وتعالى مرك واجب دم ديلاها الله وجه عدد ما هي سبحانه وتعالى إلا من تاب قفك توبة كينا مياني ونساق شر لك المينين وآمنة مي وعمل عمل صلي صالح عمل وناسا فأولئك قوة يدخلون الجنة جنة ذي قلية ولا يظلمون لقى ظلمين ما هي جنة شيئا شيئا لقى ظلمين ما هي جنات جينوين بيك جنات عدن النقاديك جنة ذي سيئة قلية الله في جنة وعد الرحمن الله وقب اللنقاضي عباده أدونيه في الغيب مغنب وقب اللنقاضي يقول أكل يوب الله قال وين نرهم إكسان بالغيب ذو حوالي غائبة عنهم يدو كمقا جلدي ونهر تود التاغنين قال الله أوب الله قال وانا كرهم إكسان وانا كرهم إكسان
غيب كرومينتي سؤال ذو في عن تاني إنه بلنقات ساسي كان إنه قل كان وقعد وعده بلنقاتي سمعتيا في اللوتة قيب سيد الله سعودهم بأنت الله دينت اللوتة بلنقات قال ما فيه دمرك وعيش مفعول مرك ما فيه رب معنا فاعل هدوية هينة مفعوله بمعنى فاعله ماتيه شيء صد يموت مركه لو دي دوي سيما بلنتي ابن والدي تلي سنه وكو يمنه وانا نسكتي سعدان وي جنات عدن هذه على بها اللي بدها لو وهو حغير كل حشون الجنه ذات اللي بدل مركه بين جمع مفرد اللي ما بدل واسبه اشا الجنه تكون في تاجين في الله لي مركه اشا دي سيد وكشاي غسن واشاي فر بدل اللي سكلي كرو جنات عدن بيقليا الله في جنه وعد الرحمن الله الرحمن هو بلغ قال عباده هذون في سبيل الغيب المغلوب هو بلغ قال يقول أركين معناها إنه ألا كانوا هذا وعد بلغ قاتيس معتيا في اللو تغير أما ماتيا كو يصبوا إيمانيا وابوا إيمانيا لا يسمعون مغلب هيا في هذه النظر بحبيرة لغوا هذا البلاش والمعنى لها الممغليان يبوق يوحم بمضى الله الممغليان إلا السلام إلا لكن يسمعون السلام وهو ناسنا قرح بدنا بالمغلي السلام يرد حلوه بيش السلام ملايكة السلام وحوي هذا الوناسن ويوحي مغلا جنة وحن معنى لا يلقوا ما مغلا لا يسمعون ما مغلا يافي هذا جنة في قد لقوا وح بلاش ما مغلا هذا المعنى لا واقع إلا سلاما بين مغلا يعني ولهم عاصمنا لفريزهم عن صدوا ذي في هذه كورة في هذه النظر إحدى بكرة أروري يو وعشرين قلب وحوي الجنة أروري قلب مكلا مالني هبينا مكلا وحلو قلت الماما وقت الجنة مركز سلام تبدي الله عدو أقول راح عينه ولي صوب دحين وحقول بما ننشرين وقت قاسة قال الله مالي يا من مالي مركب بكرة وعشية معنى ذو حوية عرفتها يا من كي وحي تبريقا يكفق غير بيها القرآن في السؤال دقيقي من كي وحي تالبادا دور عنا من كي لبادا دور عنا تدهلا وحيستي مركب راحة يقينين إن أروتي يقلب في العشية قد الله عنا مركب راحة دي بان نشرين وات راحة يسان يساوي عن سواي ما يسان بيسان لقلتها يعني في كل وقت وات عنا يساوي مركب وحي سيين ودنبي هيليا marka jannada waxa la yiri waxa lagu kala garan oo qaadbeeda calaamada iyo nuur iyo waxa jira la yiri lagu kala garan waqtiga la maray inta waqtiga la soo dhaafay waa saacadan oo kale ka soo qaad Allahu xuleeyay ilaa walahu hasuna fi sukum risku godi fi hadana nagaa bukhra bukhra taw wa ashiya tilka taasla fil maamay al jannatu ay jannada ahli allati jannati wa yanurisu an dhalsin min ibadina adumayya haqqa من كان سقيا قصي سقيهم جلنا وحرنا حالونا قصي سقيه والله كبقى يوم مؤمنة أهو حوي الجنة ذو حنكشفية تلك ذا انكشفية هذه لقى خبرنا ولا الكرام مكا وحوي جلنا ذا النور اسم الله لحرقه أما وراثه وحو حلقوني في وحو قف عون عاية لإيبك إيو أماهد إيو لباتي كينيا وهي إيب فقصة وقال إلا قافة سقال لقى يابا لقى ذا النقضاء دعي كرتا وراثه لك قد نقول ما هي وحوي حق بابية لك وحكا لها للملك مركب جنة وحكا لها يعمل وحكا لها اللي يرمشي جنة هذين مرقلان تلك تأسأل جنة يا جنة التي تيوى ينورك أن دحلسيني أما أن دحلسيني إنه من عبادنا أعطوا ماذا يدحقون من أحد كان هذا تقيه في الله تبقى وما نتنزل إلا بأمر ربك وحوري وما نتنزل ما السؤال لك أنه هذان ملايكة معي إلا بأمر ربك ربك أمر في سمويانه لو ما بين أيدينا وما خلفنا وحي آيات ذو كتب البال لي مركي اللي قد البين نبيه في القرنين إيه أسعب الكاس روحي كشي كي اللي يريه ووحي كي يرجب العي إنتو إن شاء الله بيه وهي وحي كجب العي مركو ملك الجبريل يمدبو نبيه كير شاكتي ملك الجبريل وحزني وادي قد راكتي محادي يقو إموين ملك الجبريل مركو حليه سيدان بهبا ملك الجبريل وليه هايو أنا قال الله أن حكم أول اسمحوا كلنا مركي الله نصوفه سحنوان لما أدنا مركي ولا نصوفه سحن الدوام أدنا مركي تلا الله نكون مغنيني وكسبنا مغنيني الله طيبين وكوي ما دوا شعلا يوش معنا وما نتنزل ومشه ودبنا هدانا ملايكة نهاي إلا بأمر ربك النبي محمد ربك أمر كيس مشكة لكم مشه ودبنا سيدا كهذا مغنائي واسدا له أن لو حاوسونا لما دين أيدينا وحهور فيضاء وأدون كوهن شوبنه يوا خنفنا واحنا قدم بيو آخراء وما بين ذلك إنت وضع عيشه بين النفختين ساسع علماء غير كفة سلام أما له ألا وحوشنا لما بين أيدينا وحهور سيدهم نقدم بيو يوا خنفنا وحي قلاش يدهم صور لاثنى وما بين ذلك إنت وضع عيشه الله وإسكاله وانا صدع مركا الله بأن حكومه ما يسوء الله النمريه مكان أهان يزمان أهان
ماشوا الله نمرية ماشوا بنا نقوم مرنا وما كان ربك ربك ما نسيا كوكو اللوبي معها ربك كم اللوبي يعني جاقيدا انكار رأني إلو سلب اللوبي معها ما ودعك ربك وواقلا مركي وحي يرهاني فوحي ولا سنكي سيبا كتري أما ليه سيبا وعنان ما ودعك ربك وما قلب عليك كاملة كمان عنان وما ساسوي وما كان ربك نصيا الله سبحانه وتعالى.